النتيجه اللي ظهرت بعد الرش عندك ايه؟ لا حلو. ايه اللي ظهر على الشجره؟ زود اهو. زود. ايوه باين اصلا. زود ضربيات باين خالص. بص بقى يا حاج علي دي بتيجي اهي. دي 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 علاجها سهل يا حاج علي. اللي بتيجي اهي كلها. ايوه. لا ولا لا بس دي قديمه حاج. لا مش قديمه. لا قديمه. لا مش قديمه. والله قديمه. صفرة كلها اهي تتفرق. بص. تتفرق. دي اصفرار العقد يا دكتور دي ظاهره اصلا. ايوه ماشي انا بقول على اللي بتمسح. على اللي بتمسح اللي بتصفر زي دي قديمه دي زهره قديمه. انا عشان كده بقول لك دي زهره قديمه. ايه بقى لما دي زهره قديمه. الجديد بقى انت مش هتلاقي الظاهره دي خالص يا حاج عرف. الجديد مع الظهر اللي طالع جديد مع الورق والضربيات الجديده التزويد ده مش هتلاقي ظاهره. لا مش هتلاقيها خالص ان شاء الله يعني. اي ما احنا عايزين نحافظ على دي بقى. ايوه نبقول لك اننا بنعمله حاجه. واخد بالك زيس زيس فرو از يلو هنا عندنا افتر تريتمنت افتر تريتمنت جيف نيو برانشز اند نيو فلاورينج اند نيو ليفز زيس اوكي ريجينريشن هاو ماني تايمز كم يوم مع معرفة؟ كم يوم؟ 6 دي بقى لنا 8 ايام او 16 1 ويك before 1 week yeah. is lower yeah. this is a change صور دي كويس خالص so the, this change just use the 1 weeks yes have this change new leaf and new branch هنا العقد اللي هيحصل ان شاء الله اللي مش هيحصل فيه حد يعرفه بص حد يعرفه 50% ما كانش موجود عندك اهو اما هي ما بقت قدها اتصفرت برضه حد على ايه رشوه عنده اتصفرت اهي انت رشيتها حاجه ولا رش انت حجنت ولا لسه حد يعرفه حطيت في الجدر ولا لا طب بص دي بص يا حاج عرفة دي كبيرة اهي انا اهم حاجة عندي ده هي بقى يا حاج عرفة يا حاج عرفة انت اهم حاجة عندي ده كده من فوق الشجر كله من فوق ده باين عنده جديدة لو نظرة عامة كده ملحوظة كل النواة كمانيكي جديدة دي ما كانتش موجودة يا دكتور اسماعيل طبعا ما باين اصلا باين كم مكان جوه الفدان ده استخدم كيلو ونص على الماتور رش اشتغلت تسميد حجن ولا لا؟ لا لسه طب ايش موجود عندك خلاص هتشتغل حجن بيهم شوف المزج بقى ايوه الارض خلاص جاهزة للري دلوقتي اشتغل بحجن ماشي. لان غادك البي اتش جوه التربه ماشي غادك القلويه بتاع التربه واخد بالك يخلي الجذر يفوق بمعنى صح نتكلم بالفلاح واخد بالك الاصفرار ده الاصفرار ده بتاع ده وعانه ممكن يكون لها اسباب ياما تبعت مع هيثم ممكن يكون لها اسباب وعارف وعارف ان دي مشكله بنعانوا منها طول السنه واخد بالك انت ممكن يكون ارض التصير يعني بس كله بيعمل خدمه التصير يعني مستني فين على 2 لتر ممكن طلعت منين بتاع ده